السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين. معاكم أحمد خالد. النهاردة هنتكلم عن نسخة FM بشكل الآيفون آخر تحديث، وبصراحة هي أقرب نسخة بشكل الآيفون، بتشتغل عموما على أندرويد. حوالي 90% من النسخة دي شبه الآيفون. من أهم ميزات النسخة إنك تقدر ترفع الستوري أكتر من نص ساعة، تقدر تخفي مشاهدة الستوري إن محدش يشوف إن أنت شفت الستوري بتاعه يعني، وبتحمل الستوري فيها منع حذف الحالات، وإعادة توجيه لأكتر من 50 محادثة من غير ما يحصل لك حظر. تقدر تعطل إن حد يتصل بيك على الواتساب، تقدر تثبت أكتر من 100 محادثة، تقدر تمسح الرسايل حتى لو بعد سنة، وطبعا في رد تلقائي ورد متجمد تقدر تبعتهم في أي وقت، تقدر تضيف عفوا سيم، و فيها اكتر من 50 خط عربي وانجليش، واهم حاجه انها ضد الحظر. لو انت اول مره تشوفني ولو انت اول مره تشوف فيديو ليا، ما تنساش طبعا لايك للفيديو دوت، تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واهم حاجه ما تجريش الفيديو علشان مميزات النسخه دي كتير قوي، زي ان انت برضو تقدر تعمل نسخ احتياطي وتراجع المحادثات بتاعتك، تقدر تعمل لها باسورد، يعني مفيش محادثات هتروح منك، وميزات تانية كتير جدا وهتعرفها في الفيديو ده. ويلا بينا، خلينا نبدا باول حاجه وهي طريقه التحميل علشان تعرف برضو ازاي تحمل النسخه دي. تمام، طريقة تعميل واتساب ديت سهلة جدا. انت كل اللي انت هتعمله، هسيب لك لينك موجود في الوصف بتاع الفيديو، موجود برضو في اول كومنت. انت اول ما هتخش على اللينك هيتفتح معاك بالشكل ده زي ما انت ما شايف اهو، اول ما هتدوس عليه بس هيفتح معاك بالشكل ده. هتبدأ تنزل لحد كلمة اضغط هنا للتحميل اهو، دي كلها طبعا حاجات ليها علاقة برضو بالنسخة، ودي صور برضو للنسخة، كلها برضو حاجات لو عايز تقراها تمام، مش عايز عادي جدا. هتنزل لحد هنا، اول واحدة فوق خالص ديت هي الحزمة الاولى، وديت بتشتغل مكان الواتساب الرسمي، يعني لو عندك الواتساب الرسمي لازم انت تمسحه علشان تحمل النسخة ديت مكانه. طبعا ما تبقاش يعني ما تنساش تبقى تاخد باك اب، او بمعنى صح نسخ احتياطي للبيانات علشان ترجع المحادثات بتاعتك كلها تاني. النسخة اللي تحتها ديت بحزمة تانية خالص، بتشتغل جنب الواتساب، ممكن تشغل الاتنين جنب بعض عادي جدا، مفيش اي مشاكل، بس يستحسن او اللي انا بحبها دايما شخصيا هي النسخة الاولى اللي فوق، اللي هي com.whatsapp، اللي هي مكان الواتساب الرسمي. حتى برضو هي مكتوبة هنا زي ما انت ما شايف كده، هتدوس على كلمة اضغط هنا للتحميل اللي باللون الاحمر، اول ما تدوس عليها هيبدأ يحولك لصفحة تحويلية زي ما انت ما شايف كده، صفحة تحويلية هتستنى فيها مدة 30 ثانية بالظبط، وبعد كده هيحولك لرابط التحميل ميديا فاير من غير اي مشاكل نهائي. دي طريقة التحميل بتاعتنا النهاردة، والنسخة جميلة، ويا رب الفيديو يعجبكم، ويلا بينا نكمل مع بعضين. طريقة تثبيت النسخة برضو سهلة جدا. انت هتخش على مدير الملفات زي ما انا مداخل كده على مدير الملفات عفوا، وبعد كده هتخش على التخزين الهاتف او المكان اللي بيبقى فيه الداونلود بمعنى صح، بعد كده هتخش على ملف الداونلود زي ما انت ما شايف اهوت، انا دوست فوق على كلمة الكل بس عشان يجيب لي كل الملفات، وبعد كده هتخش على كلمة الداونلود، هتلاقي النسخة موجودة قدامك زي ما انت ما شايف اهو، هتبدأ ان انت تثبتها وتشغلها من غير اي مشاكل خالص زي ما انت ما شايف اهو، النسخة مفيهاش اي مشاكل و جميلة وهتعجبكم كلكم اهو. بعد كده هندوس على تم، انا بدوس على تم، انت ممكن تدوس فتح وتفتح على طول، بس برضو في حاجة حبيت ان انا انوه عليها عفوا، في حاجة حبيت ان انا انوه عليها في الفيديو، ان انت ما تنساش تفعل الاذونات بتاعتها كاملة زي ما انت ما شايف كده، هتيجي هتدوس عليها دوسة طويلة، وهتخش على معلومات التطبيق، او تخش من الاعدادات على معلومات التطبيق للواتساب اللي انت فاتحه، وبعد كده هتخش على الاذونات، وهتبدأ تفعل كل الاذونات ديت بالشكل اللي انت شايفه دوت زي ما انا بعمل دلوقتي كده، وبعد كده هتبدأ تفتح الواتساب، هيفتح معاك مفيش اي مشاكل خالص، والواتساب جميل جدا ومفهوش اي مشاكل خالص. لو جات لك الرساله ديت هتدوس على كلمه اوك، فهيحولك للمكان دوت اللي هو السماح بالتطبيقات، السماح بالتطبيقات من هذا المصدر، هتدوس بس على العلامه دي، وبعد كده هترجع تاني لورا، وخلصت على كده الموافقه والمتابعه، وتبدا تكتب رقم التليفون اللي انت هتفتحه اهو.
زي ما انت شايف ما فيهاش اي مشاكل نهائي. خلينا نخش جوه على الواتساب ذات نفسه ونكمل مع بعضينا تاني. الواتساب اول ما يفتح معانا هيبقى بالشكل اللي انت شايفه دوت، شكل بسيط خالص ومش معقد خالص. علشان تخش تجيب محادثات بتدوس على علامه الزائد دي وبتدوس على اول واحده فوق خالص، بتبدا تجيب جهه الاتصال بتاعتك. تقدر طبعا تعمل من هنا اعدادات برضو زي ان انت تبعت رساله مرشفه او مجدوله، بحيث ان هي تتبعت لحد او لشخص معين بعد وقت معين. فاعدادات برضو جميله. هتخش هنا على الاعدادات اللي موجوده في الجنب هنا، وبعد كده من الاعدادات دي هتخش على كلمه فؤاد مودز، ونبدا نظبط في الاعدادات اللي احنا عايزينها. احنا عندنا سمات سايبها لك برضو في نفس الملف بتاع التحميل. تقدر برضو في نفس الوقت ان انت تستعين بالسمات اللي موجوده في الواتساب ذات نفسه. عندك هنا تحميل سمات زي ما انت ما شايف اهو، تقدر تلاقي اكتر من سيم وتقدر تستعين باي سيم منهم، وتقدر تحمل السيم اللي انت عايزه اللي هبقى سايبه لك في الديسكريبشن برضو زي ما انت ما شايف اهو. خلينا كده نشوف السمات اللي نشوفها مع بعضينا. عندك هنا السيم بشكل اسود بلاك، اللي نشوفه برضو كده ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. زي ما انت شايف اهوت الشكل من تحت بقى عامل ازاي، بس الشكل من فوق مش اللي هو برضو. خلينا نخش تاني الاعدادات، ومن الاعدادات نخش نظبط الدنيا فؤاد مودز. عندك طبعا هنا الحمايه والخصوصيه ديت، فيها كل الاعدادات بتاعت الخصوصيه اللي انت محتاجها، والحمايه اللي تحت اللي هي القفل بتاع الواتساب ان انت تعمل باسورد للواتساب اذا كان نقش او نمط. عندك هنا اخفاء اخر ظهور، توقف الاشعارات والمحاوله، اللي هو لما حد يبعت رساله محاوله لاكتر من خمس اشخاص بيجي له بتحتها كلمه رساله محاوله، الكلمه ديت تختفي. ما يستطيع الاتصال بيه طبعا، تقدر تعملها ان محدش ينفع يتصل بيك، محدش يتصل بيك خالص اهو لا احد. الخصوصيه طبعا اخفاء مشاهده الستوري، ومنع حذف العلايات، ومنع حذف الرسائل، وإظهار الصحين الزرق بعد القراءه. تمام. عندك هنا سمات لكل الالوان، تقدر تظبط في الالوان بتاعت النسخه بالالوان اللي انت عايزها والشكل اللي انت عايزه. عندك هنا الستايل، والستايل ديت هناخد منها حاجه مهمه جدا وهي وولد واتساب اي او اس دي، بس لازم ندوس الاول على علامه التحميل اللي موجوده هنا دي علشان يبدا يحمل معاك الحته دي. طبعا دوت الايموجي بتاع الواتساب اللي هو الايموشن بتاع الواتساب بس بشكل الاي او اس بشكل الايفون. وعندك برضو هنا تغيير نوع الخط، تقدر تغير الخط لاكتر من خط وكلهم برضو خطوط يعني جميلة. عندك هنا برضو الخط بتاع الايفون اهو، ايفون عربي، وتقدر تغير الايقونة بتاعت التطبيق، وتقدر برضو تغير ايقونة الاشعارات بتاعت التطبيق. يعني الواتساب جميل وفي اعدادات جميلة جدا. طبعا الاعدادات ديت موجودة في اغلبية النسخ، بس الشكل هنا هيبقى مختلف لان ديت نسخة واتساب على شكل الاي او اس. عندك هنا لغة التطبيق، تقدر تغير اللغة لأي لغة انت عايزها، اذا كانت انجليش او عربي او اي لغة انت عايزها. طبعا يعني انا عارف ان اغلبيتنا ما لناش لغه كتير يعني، بس اللغات كلها متوفره قدامك. عندك هنا تعديلات الصور او الفيديو، رسائل الصوره بوضوح عالي، رسائل الصوره باقصى جوده، فانت هتفعلها للاخر بحيث ان انت تبعت الصوره الجوده بتاعتها عاليه جدا. وعندك هنا مشاركه صور بلا حدود في الواتساب العادي، اكتر حاجه ينفع تبعتها هي 10 صور، هنا ممكن تبعت اكتر من 10 صور كمان، يعني حاجه جميله جدا. عندنا ايه هنا تاني؟ عندنا برضو كلمة تفريغ السجل واتساب دوت لوج ديت، لو لقيت فيه رقم جنب كلمة ام بي دوس عليها دوسة واحدة بس كده هيقولك تم، فانت كده بتفضي بمعنى صح التخزين المؤقت، بتخلي النسخة معاك اسرع. تمام. الشاشة الرئيسية عندك هنا البار العلوي، خلينا نبدأ واحدة واحدة. هنا الستايل بتاع البار العلوي مفيش على شكل واحد بس اللي هو الاي او اس ستايل، وعندك هنا الشكل بتاع الستوري بتاع الانستجرام. انا فعلته طبعا من هنا اهو، تفعيل الستوري الانستجرام، تقدر تغيره بالشكل اللي انت عايزه اذا كان كده او كده او كده حتى او حتى كده، تقدر تغيره بالشكل اللي انت عايزه، بس انا بحب الشكل ده جدا بحس ان هو مناسب. عندك هنا فصل المحادثات عن المجموعات، تقدر تفصل المحادثات عن المجموعات وتقدر تسيبها زي ما هي. عندك هنا وضع اسمي بدل كلمة واتساب، يعني كلمة ام بي واتساب اللي فوق ديت اسمي هو اللي اتحط مكانها، ممكن تحط كمان الحالة بتاعتك او تشيلها اللي انت عايزه. عندك هنا اظهار ايقونة تفعيل وضع الليلي اللي هي الايقونة بتاعت الدارك مود، ووضع الطيران تقدر تفعلهم برضو بحيث ان انت ما تفضلش تخش في الاعدادات من جوه علشان تفعل وضع الطيران او غيره. الاسطر العائمة اللي هي الزرار اللي تحت دوت اللي هو الزرار اللي انا قلت لك عليه من علامه الزائد، تقدر برضو تظبطه بالشكل اللي انت عايزه. عندك هنا الحاله، والحاله ديت بقى الحته المهمه اللي انا بتكلم فيها، بيقول لك هنا ان انت تقدر ترفع حاله مدتها 5 دقائق بدلا من 30 ثانيه.
وديت حاجه جميله جدا يعني، ما اعتقدش في حد هيرفع حاله مدتها 5 دقايق، اقصى حاجه ترفعها دقيقتين 3 دقايق، بس دي حاجه جميله جدا برضو. خليها برضو نخش هنا عند شاشه المحادثه، البار العلوي تقدر تظبط في الشكل بتاع البار العلوي لو انت طبعا عايزه بشكل اي او اس، فكلمه اونلاين ديت بتبقى في النص، فانت بتدوس على ستايل البار العلوي اللي موجوده في اخر حاجه تحت خالص اهي، ستايل البار، ستايل البار العلوي في شاشه المحادثه، بتدوس عليها وبتختار تاني واحده. تمام، خلينا هنا الفقاعات والصح، تقدر تغير برضو في الشكل. انا نفسي هصغر الخط شوية لان الايفون بيبقى معروف الخط بتاعه بيبقى صغير شويتين، تقدر تغير في الشكل بتاع علامات الصح او الفقاعات، وتقدر في نفس الوقت تغير في الشكل بتاع البالون بتاع الشات ذات نفسه، بتاع المحادثة ذات نفسها. تمام، عندك ممكن هنا برضو تخفي اخفاء قراءة المزيد، كلمة قراءة المزيد دي تخفيها خالص ما تبقاش موجودة. الصور لو لقيت اي حاجه متفعله هنا من الصور يعني اشيلها، لان دي هتبوظ لك المنظر العام. ستايل المنصه السفليه زي ما انت ما شايف اهو، تقدر تخليه اي او اس 11 او اي او اس 14 او حتى دوت شكل جديد هم عاملينه، اشكال جديده هيت هم عاملينها، تقدر تغير في الشكل اللي انت عايزه، بس انا بحب الشكل ده جدا بصراحه فانا هخليه زي ما هو. الالوان زي ما انت ما شايفها هيت متناسقه وجميله والشكل بتاعها جميل جدا. خيارات اكثر اهي، الوان برضو تقدر تعدل منها على الوان، وهنا برضو في كام حاجه كده لذيذه خالص. كلمه التاكد قبل ارسال ملصق ديت لما بتيجي تبعت ستيكرز بيقول لك الاول عايز تبعته ولا لا، لان في ناس ساعات بتتلخبط وبتبعت ستيكرز ما بيبقاش قصدها ان هي تبعته، فبيروح وما بتعرفش تمسحه طبعا، لان الناس اغلبيه الناس بتبقى فاتحه خلاص النسخ المعدله فما بتعرفش ان هي تمسحه. عندك الشكل الجديد لواجهه زر المرفقات، هوريه لك من جوه المحادثه من جوه، والشكل ده جميل جدا وهيعجبك جدا انا متاكد. خلينا نرجع تاني ونكمل مع بعض. نرجع تاني، فبقى الواتساب معانا بالشكل اللي انت شايفه ده، الستوري بتاع الانستجرام فوق اهو، والشكل اللي انت شايفه ده، بص الشكل عامل ازاي زي ما انت ما شايف اهو، تحس ان هو برضو اي او اس، يعني لو سحبت كده او طلعت كده الشكل بيختلف معاك على حسب اللي انت يعني اللي انت حابه. لو سحبت بس لتحت كده شوية بتلاقي نزل لك الشريط بتاع البحث والاسم بتاعك لو انت كاتب الاسم بتاعك. خلينا نخش على المحادثه ونشوف المحادثه ذات نفسها. عندك هنا الايموجي بتاع الاي او اس اهو، ادي الايموجي بتاع الاي او اس كامل اهو، الايموجي كامل بتاع الاي او اس. وعندك برضو هنا تذكر لو انت عايز تبعت رساله مكرره، بمعنى هنكتب هنا كده مثلا كلمه احمد خالد او احمد بس مش شرط، وهنحط هنا العدد 10 مرات وهندوس سند، فالكلمه ديت هتتبعت 10 مرات. الميزه ديت برضو جميله. عندك هنا برضو الستيكرز، تقدر تضيف ستيكرز وتظبط في الاشكال بتاعت الستيكرز اللي انت عايزها، والجيف وحاجات كتير جدا في النسخه. النسخه جميله ولذيذه زي ما انت ما شايف اهو. برضو في حاجه نسيت ان انا اقولها لك، زر المرفقات اللي انا قلت لك عليه من شويه دوت الشكل بتاع زر المرفقات. طبعا هنا مشكله في السيم، يعني هي مشكله هنا مش في السيم بس مش اكتر، يعني برضه هوريها لك في السيم الابيض هتبقى عامله ازاي. خلينا نوقف وننتقل للسيم الابيض ونكمل مع بعضينا تاني. ودوت السيم التاني زي ما انت شايف اهو، يعني حاجه جميله والشكل جميل زي ما انت شايف اهو، بص كده الايموجي اهو برضه حاجه جميله خالص، بص كده معايا حاجه جميله خالص. لو دوست على الزائد اللي هنا ديت بيفتح لك بقى المعرض مستند موقع مش عارف ايه الكلام ده كله، والشكل اهو. يا رب الفيديو يبقى عجبكم، لو انت اول مره تشوفني ولو انت اول مره تشوف فيديو ليا، ما تنساش طبعا لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوف وشكم بخير. سلام.